خيال مروه بنت الحاج ابراهيم. مالها انت؟ يا ليل سودا يا ليل سودا، وايه اللي ودعت يا سيدي؟ ما اعرفش حاجه، ما تعرفش انا سد نفسي. وهي فين دلوقتي؟ الواد مرسي بيقول هو شافها طالعه مع بوليس من الغرزه. كمان بوليس؟ هنعمل ايه بالليله السودا دي يا حاج؟ يا بهيجه ايه دي؟ دي جوزها ظابط ويشتغل معاهم في المكافحه. تعالى بره. رجلي على رجلك يا حاج. على رجلي فين؟ خليك عندك. جوزها يا مروه بوليس. استرها يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب يا مروه، استر يا رب. اما فصل يضحك بصحيح، يعني الكبسه دي ما تجيش غير في بنتك انت يا راجل يا طيب. تصور بقى سعادتك. وبعدين الست دي مرات ظابط معاك وانا في المكتب يا باشا. ايه يا حضره الظابط، ازاي مراتك تروح مكان زي ده من غير ما تقول لك؟ ما يا سعادتك خافت تقول لي لانزل معاها ولم كل الناس اللي في الغرزه. ازيك يا حاج؟ اهلا يا ابني. اهلا وسهلا باشا. ده كلام عبد الظابط؟ معقول تسيب مراتك تروح مكان زي ده غرزه؟ ده انا مديها لك امانه يا راجل، ده انا مسلمك جوهره. ما هي اللي خبت عليا يا حاج. الحقيقه يا حاج علاء ملوش ذنب، هي لو كانت طلبت مننا اننا نساعدها كنا هنجيب لها الناس اللي هي عايزاهم ونقعدها معاهم ونخليها تاخد منهم كل المعلومات اللي هي عايزاها. يلا، على العمومه هي جت سليمه. جت سليمه. المهم هي فين دلوقتي؟ رجعت البيت يا حاج. يعني يا باشا هي مفيش حاجه من ناحيتها خالص دلوقتي؟ ما تقولش كده يا حاج، ده بنتك دي لها تقدير كبير جدا عندنا، كفايه اللي بتعمله في مجال مكافحه المخدرات. انت لازم يا حاج تفتخر بيها. بعدين بنته دي غاليه عنده قوي يا باشا. يا ابني انا عايزك تخلي بالك منها. من الناحيه دي مش عايزه توصيه، حضرتك ممكن تسالها.